أهلا وسهلا فيكم بليلة جديدة من ليالي مليئة بالأسرار والحكايات من كلام في سرك. الليلة رح بيكون موعدكم الأسبوعي مع المغامرات الأمنية وحبس الأنفاس اللي رح بتعيشوها مع زميلي الإعلامي أحمد رجب. هالشي طبعا رح بيرافقكم بالجزء الثاني من حلقتنا اللي رح نبلشها مباشرة مع زميلي مروان. مساء الخير مروان. مساء النور يا رغدة، شو أخبار؟ كله تمام الحمد لله. في سيطرة كاملة على السوشيال ميديا؟ على السوشيال ميديا احنا مسيطرين على كل حاجة، والناس متواصلة معانا وبتعلق على مواضيعنا، وفي ناس معلقة على البرنامج. خليني اقرا لك بسرعة كده في اول الحلقة شوية حاجات. يعني في ابراهيم الكردي بيقول نايس جوب جايز، هوب تو كيپ يور كيپ اون ذا جريت ورك، وود بي لافلي تو بي انكريز ذا دوريشن اوف ليميتس اوف نهاد رجب. هو عايز يزود شوية فقرة استاذ نهاد رجب، شايف انها مفيدة جدا لعيون. بيقول ان هو حب الحلقة اللي فاتت قوي وحبينا كلنا جدا. وفي منى بتقول انا حبيت البرنامج ده جدا، وانا عندي بنت واحده بس شقيه جدا وتعباني وبتعصب عليها قوي، وعمرها 3 سنين ومش عارفه اتعامل معاها ازاي، عايزين دكتور سلوكيات نستفسر منه. بحبك جدا يا رغده. وانا بحبك كتير. تحياتي لك. وفي سلمى بتقول انا بحب اتفرج على الحلقات بتاعتك، ويا رب دايما في نجاح اكتر، بس عايزين نعمل حلقه عن الام وكيفيه تربيتها لاولادها تربيه صحيحه بدون دلع، وحلقه عن التغذيه قبل المذاكره وقبل الامتحانات. واشكرك جدا جدا. وفي محمد هاني كاتب لي بيقول لي ممكن تشوف رسائل البيج. والله يا محمد بشوف الرسائل على طول اول باول، بعت لي اللي انت عايز تقوله وهنقوله على طول. وفي حد بعد بيقول بشكر كل القائمين في برنامج كلام في سرك، لانه برنامج جميل فعلا وعايز نظام غذائي تمام. وفي في في حد بعت لي والله في وسط الكلام ده، شوفي كل الكلام ليكي، بس في حد بعت لي والله قال لي الحمد لله. محمد بعد بيقول لي الله عليك يا استاذ مروان، بسم الله ما شاء الله مذيع على طبيعتك وليك مستقبل باهر ان شاء الله. ربنا يخليك يا محمد. في وسط كل الكلام جالي حاجه. معلش زودوا شوي الحصه لمروان، بيستاهلها. مغطيه عليا مغطيه الناس كلها. على كل حال بدنا نقول للسيد اللي طلب الدايت خاص، ان شاء الله بالحلقات اللي جايه رح نعطيك دايت خاص ممكن تخسي من خلاله، ورح بيتابعوه كمان من خلال اونلاين اذا الله رد. تمام. وخليني بقى مفكر الناس كلها بكل اللينكس بتاعتنا، الفيسبوك بتاعتنا، الفيسبوك بيج اسمها كلام في سرك، وتقدروا تتواصلوا معاها، والاسئله بتاعتنا بتنزل اول باول عليها. وكمان تويتر، انا عايز بقى الناس النهارده تغير بقى، الناس النهارده كلها تخش على تويتر @كلام في سرك. النهارده عايز ايه؟ الاقي عدد فولورز رهيب. وكمان تخشوا على الهاشتاج بتاعنا اللي هو هاشتاج كلام في سرك بالعربي، وتردوا علينا. احنا ناسيين تويتر شويه، فاحنا عايزين ايه نصحى على تويتر بقى، عايز الحلقه دي كلها على تويتر. وكمان الانستجرام بتاعنا تقدروا تشوفوا صورنا وصور الميكنج، برضو الانستجرام بتاعنا كلام في سرك تمام. وبعد افكر احب افكركم ان بعد ما الحلقه تخلص بتنزل على الحياه تي في نتورك، تقدر تشوفوها على اليوتيوب من خلال الحياه تي في نتورك، تقدروا تشوفوا كل حاجه، واي حد فاتته الحلقه او فاتته حته من الحلقه يقدر يشوف اللي فاته على طول. ويلا عشان عندنا النهارده حلقه سخنه جدا جدا جدا، امنيه ومغامرات امنيه ومغامرات، وفي قصص كثيره النهارده صحيح. وفي مواضيع ما حدش بيتكلم فيها غيرنا.